وبالفعل يعني كل ردود الأفعال المتعلقة بالمنتدى كما رأيناها وتبعناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية وأيضا الصحافة الأجنبية، تابعنا اهتمام ورصد شديد لما يحدث في المنتدى ولكل القضايا الكونية العالمية المطروحة في المنتدى وكيفية الحوار بشأنها وما تم التوصل إليه بشأن هذه القضايا من طرح حلول، من طرح أفكار غير تقليدية، وأيضا فكرة التواصل المهم والتفاعل مع القادة، فكرة أن يكون هناك يعني شباب وفي يتحدثون بكل حرية وبكل جرأة مع القيادات التنفيذية، فكرة مهمة وملهمة بشكل كبير في المنتدى. أجرت موفدة التلفزيون المصرية ريهام الديب لقاء مع المهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة إيكون سالت للاستشارات البيئية والهندسية. نتابع مع ريهام الديب هذا اللقاء ثم نعود. تتواصل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لليوم الثالث. طبعا هذا اليوم به الكثير من الجلسات والفعاليات، وكانت الجلسة الأولى هي جلسة في منتهى الأهمية، هي الجلسة الخاصة بالتجارب التنموية لمواجهة الفقر، وكانت بحضور وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألقى فيها كلمة مهمة جدا وكانت له مداخلة لها الكثير من المحاور التي تطرق فيها إلى الجهود المختلفة التي تبذل من قبل الدولة وذلك من أجل مواجهة الفقر. السيد الرئيس تحدث على أنه الفقر بالفعل هو متاهة ويدخل البلاد والأسر في متاهات التخلف والجهل، فبيشكلوا مثلث الجهل والتخلف والفقر وهو في منتهى الخطورة. ثم تحدث بعد ذلك عن مبادرة حياة كريمة وتحدث عن الكثير من النقاط المهمة جدا. نتعرف على قراءة في مداخلة السيد الرئيس في هذه الجلسة والكلمة المهمة التي ألقاها من خلال المهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة إي كونسلتنت للاستشارات البيئية والهندسية. المهندسة سارة البطوطي أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية يعني عايزة أعرف، طبعا حضرتك كنت من المتحدثين في هذه الجلسة المهمة، والحقيقة كان في ربط مهم جدا قمتي بيه بين كيفية مواجهة الآثار السلبية والخطر الخاص بالتغيرات المناخية ومبادرة حياة كريمة. ممكن نقدر نفهم أكتر إزاي ممكن يتم الربط بين الحاجتين؟ يعني أول حاجة ميرسي جدا وأهلا بيكو. النهارده كان يوم مهم ان احنا بقالنا كذا يوم في منتدى الشباب بنتكلم على مواضيع بعينها. اول موضوع كان طبعا مهم جدا تغيرات المناخ والاضرار اللي ممكن تسببها، تاني حاجه المراه، تالت حاجه القرى والريف وربطهم بالمدن. في مبادرات كتيره جدا بتحصل في الدوله، احدهم هو الربط اللي انا كلمت عليه النهارده اللي هو نبص على مخاطر تغيير المناخ وازاي هتاثر على القرى الريفية وعلى الإنتاج بتاع القرى الريفية والمنازل، وبالذات في خصوص ارتفاع درجات الحرارة، دي حاجة مهمة جدا. الربط بينها ان احنا بنبص على أهداف التنمية المستدامة وازاي ان احنا نخليها بطريقة محلية تطبق على أرض الواقع. فالموضوع بسيط يعني، هو يبان يعني بالنظره الاولويه ان هو موضوع معقد جدا، لكن احنا لازم نبص على احتياجات القرى دي، مخاطر تغيير المناخ، وازاي ان احنا نقدر نعمل تخفيف وتكيف لتغيير المناخ. بس اللي بيصدر من الدوله او من القطاع الخاص او الشراكات دي لازم يبقى بسيط وسهل جدا ان الناس تعرف ازاي تحافظ على منازلها، تحافظ على الانتاج بتاعها، الدخل بتاعها، بشكل ان هو يبقى فيه فهم لاضرار تغيير المناخ. الحلول تبقى بسيطه، تبقى متاحه، تبقى تقدر السيده تفهم هي ازاي بتدير المنزل. فهو ده الربط اللي احنا بنقول عليه، ان هي دي ده كمان اللي حضرتك قلتي ان هو ما يسمى بالقريه النظيفه، وده اللي كان موجود في اثناء حضورك في كوب 26، وخصوصا انه احنا كمان دلوقتي بنستعد للمؤتمر الخاص بتغير المناخ القادم اللي هينعقد برضو في مدينه شرم الشيخ كوب 27.
ازاي من الممكن انه يكون في يعني كل ما يتعلق بتسهيل الحياه بالنسبه ل يعني اهالينا في القرى في يعني في الريف المصري، ازاي ممكن ان ده يتم وزي مبادره حياه كريمه ممكن يكون ليها دور كبير في تسهيل الحياه وتحسين جوده الحياه بالنسبه للمواطن؟ كوب 26 كان في موضوع لسه بيبتدوا يتكلموا فيه اللي هو ازاي ان احنا نعمل زي ما في مدينه ذكيه فيها تقنيه عاليه جدا ومدينه رقميه وذكيه، المفروض ان القرى كمان تبقى بنفس الشكل ده. كانوا لسه بيبداوا يطرحوا الفكره دي، احنا هنا اهو طرحناها وكنا واخدين يعني حيز كبير هناك من الموضوع ان احنا عندنا مجموعه الارشادات دي. لازم نفهم ازاي ان احنا نعمل ترشيد للميه وللطاقه والكهرباء وكمان تقليل المخلفات، وإزاي إن إحنا نقدر الإنسان يقدر يدير منزله قبل ما يدير المدرسة والمستشفى والقرية والمدينة. فده حاجة لازم نبتدي نشتغل عليها مع مؤسسة حياة كريمة، مع المؤسسات المختلفة والمجتمع المدني على ككل، إن إحنا إزاي نمنح الناس التعرف بالإرشادات دي، إزاي تطبق بشكل سهل جدا بحيث إن هي تبقى يعني زي معلومة مكتسبة محلية مش مستلفينها من أي دولة تانية، بالعكس هي طالعة من منبع من الناس شايفين المشكلة عايزين يعرفوا الحل وهم هيطبقوا الحلول دي بنفسهم. المهندسة سارة البطوطي، سيادة الرئيس الحقيقة كان لي كلمة مهمة جدا ومداخلة مهمة جدا في هذه الجلسة، قراءتك لهذه المداخلة؟ وعايزة أتكلم بشكل خاص على أنه الفقر بيدخل البلاد والأسر في متاهات، متاهات التخلف والجهل، وبالتالي بيكون بقى المثلث طبعا اللي في منتهى الخطورة الجهل والتخلف والفقر. قراءتك لهذه الجزئية تحديدا من كلمة السيد الرئيس؟ كلمة سيادته كانت في منتهى الأهمية، أن هو بيورينا شكل الفقر وأبعاد الفقر. دايما الناس بتتكلم على أبعاد الفقر، الفقر يعني بيضر مش بس بالإنسان أو الفرد، بالمجتمع وبيستهلك كتير قوي الموارد كلها اللي انت بتستثمريها أو الدولة بتحطها ما بيبقاش ليها أي نتيجة، فأنت في دايرة مستمرة. هو ده اللي كان سيادته بيشير إليه. الحاجة المهمة قوي اللي قال عليها سيادته إن إحنا لازم نخلي الناس تعيش، الغلابة يعيشوا في بلدهم. أنا دي اللي أثرت فيا جداً، ان احنا ما يدوروش على الحلول بره، ان الحلول اللي بره مش متاحه ليهم هم. هو ده الفكره كلها في الحوار بتاع النهارده، ان الحلول لازم تبقى محليه على الارض الواقع شبهنا تليق علينا احنا، فنقدر ان احنا نطبقها بسهوله، فالناس ما تهربش ان هي او تهرب لحلول مش متاحه ليهم. يعني لو حضرتك تربطي امبارح جلسه حقوق الانسان وجلسة تغيير المناخ والجلسة بتاعت النهاردة كلنا بنتكلم في نفس الموضوع، والقطاعات المختلفة القطاع الخاص والدولة والمجتمع كلنا بنتكلم في نفس الحاجة، إن الحل لازم يبقى بيننا إحنا ولايق علينا ونقدر إن إحنا نطبقه، وكمان إن يبقى في بعد جائحة كورونا فكر جديد إن إحنا لازم نجهز نفسنا، لازم يبقى في تنبؤ للمشاكل اللي ممكن تحصل، ما نتخضش، العالم مش هيقدر يتخض تاني زي ما اتخض في جائحة كورونا، إحنا جاهزين. وفعلا بقالنا أكتر من 7 سنين بنشتغل على المواضيع دي، وده اللي الرئيس فخامته أشار إليه، إن يبقى في تنبؤ بالمشاكل حتى لو الحلول تقيلة شوية على المجتمع دلوقتي، بس هي أنجدتنا في الوقت الحالي. وفي الإطار ده سيادة الرئيس اتكلم على إنه إزاي إنه المواطن المصري اللي تحمل التبعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي هو البطل الحقيقي فعلا، وبالتالي كانت مبادرة حياة كريمة هي أبسط شيء ممكن إن هو يقدم ليه في أعقاب طبعا التداعيات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي. رأيك إلى أي مدى قدر الإصلاح الاقتصادي إن هو يقلل من التبعات القاسية جدا اقتصاديا وصحيا بالنسبة لجائحة كورونا؟ ودي أيضا نقطة مهمة أشار إليها السيد الرئيس. أول حاجة طبعاً الحماية الاجتماعية اللي كانت بتقدم دي كانت من أهم الحاجات، إن هي تخفف عن أعباء كوفيد-19. تاني حاجة الاستثمار في ريادة الأعمال الشباب المصري، يعني في شركات كتيرة بعينها بقالهم في كل حتة في العالم بنسمع عنهم، الشركات دي مش قادرة تستمر. إحنا الحمد لله كان عندنا زي نوع من أنواع الحماية والدعم لينا كرواد أعمال، ان احنا نقدر ان احنا نكمل في جائحة كورونا، وان الخطوات اللي اتخذت الخطوات دي بتبقى مختلفة، واشارت ليها برضو معالي وزيرة الدكتورة هالة سعيد ان التعقيبات بتبقى مختلفة والخطوات اللي بتاخدها الدول بتبقى مختلفة. فاحنا الحقيقة قدرنا ان احنا نمر بجائحة كورونا بشكل كويس نوعا ما، ونستفيد
بالتغييرات ونستفيد بالإصلاح الاقتصادي على قد ما نقدر في الحالة اللي احنا فيها دي عشان نفيد يعني نطلع من المأزق ده. أشكرك شكرا جزيلا المهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة كونسلتنت للاستشارات البيئية والهندسية، شكرا جزيلا. والحقيقة كانت الكلمة اللي انت يعني ألقتيها في هذه الجلسة كانت كلمة مهمة بشكل خاص في الربط بين الحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ ومبادرة حياة كريمة. شكرا ليكي مهندسة سارة. متابعتنا للجلسات الخاصة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وفي اليوم الثالث ما زالت مستمرة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري.